بداية أود أن أثمن وأشيد بدور كل القوات الأمنية التي شاركت في معركة تحرير الموصل ولا زالت، جهاز مكافحة الإرهاب وكذلك قبلها البيشمركة والحشد وكل القوات الأمنية المشاركة في معركة التحرير. أنا عندي نقطتين أساسية. أولا، تباحثنا اليوم موضوع الصلاحيات. الآن نحن نعاني من مشاكل كثيرة فيما يخص المحاصرين داخل الموصل، لأن بالموصل الموضوع ما كان مثل الأنبار أو صلاح الدين أو غير مناطق. الآن جهاز مكافحة الإرهاب وبقية القوات دا تقاتل داعش والناس موجودين في بيوتهم، فأكو مشاكل كثيرة ترافق هذه العملية. أنا أكد بأنه على كل الوزارات الساندة، وهي ست وزارات، أن تفتح لها مكاتب بالتزامن مع نقل مقرات حكومة نينوى المحلية من أربيل ودهوك إلى المناطق المحررة، وأن تكون عونا لنا وتساعدنا في موضوع مساعدة النازحين والمحاصرين. فلدينا مشاكل كثيرة فيما يتعلق بإغاثة وإيواء النازحين والمحاصرين. هنالك مشكلة في الكهرباء ومشكلة في الماء ومشاكل في البطاقة التموينية وفي مباشرات الأعضاء ومباشرات الموظفين بشكل عام. الجانب الثاني، نينوى تعاني من نقص كبير في موضوع التخصيصات، فلذلك حقيقة والوضع المالي الصعب جدا يبدو أنه يجب أن نعتمد على نفسنا في هذا الموضوع. ونينوى الحمد لله لديها كل مستلزمات الاستثمار، ولكن بعد التحرير. ولدينا أيضا موضوع إعادة الاستقرار، مهم جدا أن تكون معركة الموصل هي معركة كل العراق. وأنا اليوم أحيي وأثمن دور وقوف السادة رؤساء مجالس محافظات العراق معنا في هذه الوقفة التضامنية المهمة. وأنا أشكر كل محافظة كان أبدت مساعدة لنينوى في موضوع الخدمات، وخاصة فيما يتعلق بالبلديات. وأنا أؤكد بأن محافظة نفوسها أكثر من 3.5 مليون الآن تواجه في مرحلة مهمة جدا تنظيم داعش الإرهابي، فعلى كل العراق أن يدعم الموصل ويدعم نينوى.